ازيكم يا شباب؟ ومن باتايا من على الشاطئ جوعت، قلت اجي هنا اكل جمبري. جمبري حلوين، جمبري الراجل بيشويهم هناك اهو. جعان، الساعة 11 بالليل، عجاع، وناكل شوية جمبري. طبعا جمبري بقى وفي البحر، طبعا لازم بحر الواحد ياكل مأكولات بحرية، فقلت اجيب جمبري. تابعوني. انا بجيع حواقة من كابوريا، زي ما شايفين مأكولات بحرية بيعمل خلطة. وقلت له انا مش عايز اكل خلطات مسلوقة او كده، قال لي او محمرة، قال لي ممكن اشويها لك. انا اوريدي جبت جمبري مش هنفع، ده اخطبوط، ده فور كريبس، ده بيف، شيكن. ايه خلاص شوت البتاعة طالب دلوقتي عشان فترة كلها. نشوف وضعكم ايه، اخبارناك؟ تابعوني. وصل 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 الجمبري، وصل مع الصوص بتاعه بعد الشوي طبعا. ده صوي، هو في حاجة بيحطوه فيها توم، وده توم بشطة يعني. هندوس بقى، تعالوا كلوا يا جماعة، بحر جميلة هناك اهو. يلا بالهنا والشفا. صراحة يا جماعة كانوا ستة ولاد حلال، تم القضاء عليهم. طبعا ما باكلش الصوص، الاثنين مش هتشطين طلعوا يعني. الله يرحمهم بقى، اتدفنوا. لا جمبري حلو لذيذ. فرحة الكوريين بالجون هنا، فرحة الكوريين بالجون. فرحة الكوريين اللي هم جابوا جون، بس هم لسه برضه خسرانين لان المكسيك جايب 2. هنشوف.